الاحتلال يصادق على قانون سحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين داخل أراضي العام 48 والقدس المحتلة بدون سبب. الاحتلال يقتل شاب فلسطيني وهو في طريقه إلى عمله. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عن فلسطين، معي أنا إبراهيم الجزار. أنا مكبر شأن لا צריך لكل أحد لكوا بأופן إيشي. شو معناها تكون عايش في بلد كمواطن من درجة تانية، حقوقك غير كاملة وأمنك مهدد بأي لحظة لأنك عربي من سكان مدن فلسطين المحتلة عام 1948 أو القدس المحتلة، وبالرغم من هيك البلد هذا بيهددك طول الوقت في حال اعتراضك على الأوضاع غير الإنسانية والمعاملة الفوقية، بسحب منك المواطنة أو الجنسية ثم طردك لمكان بيعيشوا فيه المواطنين درجة رابعة أو خامسة. فرجت في فيلم بلاتفورم اللي بحكي عن الحياة الطبقية والتوزيع غير العادل للثروات، إذا ما تفرجت فيه بنصحكم طبعا تتفرجوا فيه لأنه هذا الفيلم وكل المشاهد القاسية اللي فيه بحكي وبسرد حياتنا في ظل الاستبداد الطبقي اللي بنعيش فيه. في فلسطين أيضا هذه الطبقية موجودة وتمارس على أساس ديني وعرقي، يعني بالنسبة لدولة الاحتلال المواطن اللي عنده حقوق كاملة ورفاهية عالية لازم يكون يهود الديانة من يهود الإشكناز اللي هم اليهود اللي استوطنوا وسرقوا أرض فلسطين قادمين من أوروبا. بعدها بيجي المواطن بحقوق أقل اللي هم يهود السفاردين وهم اليهود الشرق اللي مثلا جايين من دول عربية وأجوا على فلسطين عشان يسرقوا منازل الفلسطينيين، وغير هذا التسلسل ماشي على يهود الفلاشة والحريديم والعلمانيين، ثم بيجوا فلسطيني 48 وسكان مدينة القدس. أيضا الفلسطينيين هدول بتم التعامل معهم غاية في الإجرام لدرجة أنهم بتعرضوا للعنصرية في حياتهم اليومية سواء من شرطة الاحتلال أو في حياتهم التعليمية في مواطن الشغل الغير متوفرة لهم، غير التعرض للمضايقات من السكان اليهود اللي ممكن يكونوا جيران أو يتم تسليطهم عليهم عن طريق القصد في محاولة لجعل الفلسطينيين يهربوا أو يفكروا في الهجرة، زي ما بصير في المدن المختلطة زي مدينة اللد ويافا ومدينة القدس اللي بتعرض سكانها لمحاولات ممنهجة لتهجيرهم. هذا كله كوم، والقانون الجديد اللي صادق عليه الاحتلال كوم تاني. الكنيسة صادق منذ أيام على قانون خطير جدا، هو مشروع قانون يقضي بسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى داخل أراضي العام 48 والقدس المحتلة وابعادهم إلى الضفة أو إلى قطاع غزة إذا ثبت حصولهم على مساعدات مالية من السلطة الوطنية الفلسطينية. القانون حصل على تأييد 95 عضو من أعضاء الكنيسة وبمعارضة 9 أعضاء اللي هم الأعضاء العرب. زي ما بتعرفوا هي الانتخابات الجديدة في إسرائيل أفرزت لنا أكثر حكومة متطرفة في تاريخ دولة الاحتلال. القانون هذا أعزائي المشاهدين على شو بنص؟ يمنح هذا القانون الصلاحية لوزير الداخلية بسحب الجنسية على من يتم اعتقالهم بتهمة ارتكاب عمل إرهابي، يعني الأسرى سكان 48 والقدس المتهمين بارتكاب عمليات مقاومة ضد الاحتلال. الخطير في هذا القانون إنه وسيلة وذريعة لفتح الباب أمام تهجير الفلسطينيين والمواطنين في الأراضي المحتلة اللي بيحملوا الجنسية الإسرائيلية. بمنح هذا القانون الصلاحية لوزير الداخلية بسحب الجنسية على كل من يتم اعتقاله بتهمة ارتكاب عمل إرهابي، يعني الأسرى سكان 48 والقدس المتهمين بارتكاب عمليات مقاومة ضد الاحتلال. الخطير في هذا القانون انه وسيلة وذريعة لفتح الباب امام تهجير الفلسطينيين والمواطنين في الاراضي المحتلة اللي بيحملوا الجنسية الاسرائيلية والمقدسيين من سكان شرق القدس ويتم تهجيرهم لمناطق الضفة الغربية او قطاع غزة. ولتطبيق هذا القانون لازم عدة مراحل، اولا يوافق وزير داخلية الاحتلال على الغاء الاقامة والترحيل في غضون 14 يوم، ويجب ان يصادق وزير القضاء على هذا القرار في غضون 7 ايام والمحكمة في غضون 30 يوم. يعني عمليا المسألة مش اسرى ومقاومة، صدقوني القانون هذا أشمل بكثير، هو مشروع لعملية واسعة لطرد جماعي للفلسطينيين من داخل المحتل وخاصة سكان المثلث الشمالي، وأداة قانونية احتلالية لتفريغ القدس من أهلها الفلسطينيين وطردهم لصالح استيطانها وتهويدها ثم جعل الوضع القائم في الأقصى والمقدسات غير ممكن. هذا القانون أيضا تعريف واضح للفصل العنصري، بمعنى أنه يسري على الفلسطينيين وحدهم بتهمة الإرهاب حسب التعريف الإسرائيلي، واعتبار مخصصات السلطة الفلسطينية للأسرى جريمة، بينما الإرهابيين اليهود اللي قاموا بجرائم حرب ضد الفلسطينيين بتم توفير الحماية لإلهم. إلى جانب أنه هذا القانون بيتناقض مع القانون الدولي اللي بيمنع طرد أي مواطن من بلده ما لم تتوفر له جنسية أخرى. للناس اللي ما بتعرف مين هم فلسطينيين 48، هم الناس اللي تمسكت بأرضهم وضحت للبقاء فيها بعد احتلال فلسطين سنة 48، وهدول الفلسطينيين فرض عليهم الجنسية الإسرائيلية وبيحملوا بطاقة هوية وجواز سفر إسرائيلي، يعني حسب القانون يعتبروا مواطنين بحقوق كاملة، وعددهم يبلغ نحو 1,600,000، وأغلب المعتقلين منهم محكومين بالسجن المؤبد، وهم معرضين الآن لسحب الجنسية والطرد إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. أما بالنسبة لسكان القدس فهناك قرابة 100,000 فلسطيني لكنهم ما عندهمش الجنسية الإسرائيلية، ولكن بيحملوا بطاقة إقامة مؤقتة في إسرائيل وجواز سفر أردني مؤقت لأن الأردن هي صاحبة الوصاية على الأماكن المقدسة. يعني سكان القدس لا هم إسرائيليين ولا هم أردنيين ولا عندهم أي وثيقة تثبت أنهم فلسطينيين.
بدون سبب الاحتلال يقتل شاب فلسطيني وهو في طريق عمله. الشهر الماضي في حادثة روتينية بتصير مع كل سكان الضفة الغربية، جنود الاحتلال قاموا بنصب عاجز طيار تحت جسر شمال مدينة رام الله. العملية هاي بيكون لها هدف واحد، إذلال وتأخير الفلسطيني عن شغله أو بيته. طبعا استغرقت عملية التفتيش وقت طويل، دفع الناس للاحتجاج بالتزمير، وهالشيء اللي بيخلي أحد الجنود يرمي قنبلة صوتية بتيجي بسيارة السيد أحمد كحالة، فلسطيني عمره 45 عام وأب لأربعة أبناء، كان في طريقه إلى العمل مع ابنه قصي اللي عمره 19 سنة. السيد أحمد أكيد ما عجبه تصرف الجندي وصرخ عليه، بده يعرف السبب وراء رمي القنبلة على السيارة. شو كان رد فعل قوات الاحتلال حسب رأيكم؟ أول إشي قام برش رذاذ الفلفل على وجه الابن قصي، ثم إعدام الوالد السيد أحمد كحالة بدم بارد بإطلاق النار عليه ما أدى لإصابته في رقبته ثم استشهاده. الاحتلال ادعى في البداية انه الشاب حاول سرقة سلاح احد الجنود لهيك اطلقوا عليه النار، ولكن بعد التحقيق تبين انه هاي الادعاءات كاذبة وانه لم تكن هناك اي محاولة لخطف سلاح. وبدل من ذلك بين التحقيق انه الجنود اطلقوا النار على كحالة دون اي مبرر، وانه لم يكن المفروض ان تنتهي الحادثة بالقتل. التصرف هذا اعتبرته منظمة بتسيلم الحقوقية انه يعكس فقط نظام الفصل العنصري في دولة الاحتلال، بحيث انه الجنود اطلقوا النار على رقبة شخص لم يفعل شيء في وضح النهار امام سائقين اخرين وعلى بعد امتار قليلة من ابنه الذي كان يتوسل للمساعدة. هذا السلوك يوضح مدى إدراك جنود الاحتلال إنهم بيخدموا في مناطق ضمن حصانة شاملة ممنوحة لإلهم، وهو يدل أكثر من أي شيء آخر على استهتار نظام الأبرتايد الذي لا يمكن تصوره بحياة الفلسطينيين اللي بيعيشوا في هاي المناطق المحتلة. هاي كانت حلقتنا لليوم، شكراً على المتابعة، انتظرونا في حلقات قادمة في أمان الله.